يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده فين؟ عند هي وبس، فرع لجتين، وهسيب لكم طبعا عناوين التلات فروع في اول تعليق مثبت. طبعا احنا محافظه اسكندريه، اللي لسه ما شافنيش قبل كده محافظه اسكندريه، تمام. النهارده معانا شويه عروض لايكيا، يعني اكتر من يعني الاسعار اقل من الستور نفسه، من ايكيا نفسه، تمام. فهقول لكم النهارده على شويه كده عروض تحفه. اول حاجه معانا دي صواني تقديم، دي جولد، وطبعا انتوا عارفين لونها ما بيغيرش وخامتها تحفه. دي ورد الكويت ب 600 جنيه هناك في الستور في الكويت، هنا ب 330 جنيه. يعني دي مش هتلاقوها في هنا ب 700 جنيه، 699 بس عند هي وبس ب 330 جنيه. طبعا سعرها لقطه، في منها موجود كتير ولا لا؟ في منها كميه للي حابب قبل ما تخلص، تمام. عندنا الطبق ده معروف اللي هو في ايكيا ب 100 جنيه، هنا ب 60 95 جنيه، وفي ايكيا ب 100، تمام. عندنا الصواني دي، طبعا الدانتيل انتوا عارفينها، في البيضاوي وفي المدور، دي مش موجوده في الستور هنا في مصر في ايكيا خالص، خلصت، بس بتيجي من الكويت بكام قال لي؟ 135 يا بنات. وفي طبعا منها الصغيره ب 40، الصغيره اهي منها ب 40 جنيه. عندنا دي ترابيزه المكوى ب 195 جنيه، في الستور هنا بكام؟ ب 200. العلب ب 110 صح؟ هنا العلب دي اللي هي طبعا انتوا عارفينها الشهيره ب 110، هناك في ايكيا نفسه ب 129، طبعا انتوا عارفينها. طيب دي يا بنات بدل 60 اهي ب 50 جنيه، دي بتاعت الايس كريم، حلوه برده وصحيه، لو حطيتي فيها الايس كريم وحطيتيه لاولادك حلوه جدا، ب 50 جنيه. عندنا ده اللي هو ب 99 جنيه بدل 120، اهو زي ما انتم شايفين، ده بتحطيه كده بتعلقيه وبتعلقي عليه الحاجات، طقم اهو 3 كراسي. دي 3 بورد كده احنا كلنا طبعا عارفينه، بكام؟ هنا ب 70 جنيه، في ايكيا ب 99 جنيه. يعني بقول لكم الحاجات ارخص من الستور نفسه. الفانوس الجميل ده ب 120 جنيه زي ما انتم شايفين شكله اهو، بدل 150، حلو قوي. ده الاسود طبعا، دي بتاعه صفايه المعالق والسباتولات ب 145 جنيه بدل 170 جنيه. عندنا بقى كمان دي اللي هي العصاره، نفس سعر هناك ب 120 جنيه، 99. طب قول لي كده، اهي بدل 120 ب 99 جنيه، تمام. طيب في كمان، سوري، في كمان قصدي الفرش، شايفين الفرش الكيوت دي الوانها حلوه جدا، هو كان في منها الاسود لكن دي ورد الكويت برضو، الفرشه ب 40 جنيه، تمام. يبقى كده اصبح عندنا الاسود والاكوا والبينك. عندنا كمان المنبه ده ب 100 بدل 240 ب 160 جنيه، هو هناك بكام؟ ب 200؟ طيب في الستور نفسه ب 200 جنيه، وادخلوا طبعا على الصفحه وشوفوا برده وتاكدوا من الاسعار. عندنا المناديل دي ب 40 جنيه بدل 55 جنيه، الفوط دي عليها عرض، وطبعا انتم مجربين الفوط بتاعته حلوه ازاي، ب 40 جنيه. دي كام فوطة؟ 4. المنبه ده يا بنات الكبير ب 250 جنيه، في الستور بكام؟ ب 300. قول لي هناك ب 300 جنيه يا بنات، هنا عندنا ب 250. بصوا بقى المسكات دي طبعا كلنا عارفينها، بتاعه تمسكي بيها حلويات، تمسكي بس مش يعني مش تحمير وكده يعني، بس ممكن تحمري حاجات بسيطه، بس هي اساسا كمان للبارد ب 120 درجه. ايوه هي بتستحمل السخن، وفي كمان انتوا جبتوا كمان اللي هو بتاع السخن صح؟
اللي هو الكبير اللي عندي من ده تحفة برضو، ناس كتير سألتني عنه جابوه. 155 ولا كام؟ ب125 بدل 155. المج ده ب90 85. شايفين شكله حلو ازاي؟ ب85 جنيه هناك في الستور ب90. طيب الباسكت ده ب300 ولا كام؟ هنا ب300، هنا ب300 عند هي وبس، لكن في الستور نفسه ب350. انا بقول لكم بجد انا لقيت الاسعار اقل من هناك كتير قوي، فقلت لازم اعمل لكم فيديو للي يلحق. وكمان التخفيض ده لفتره محدوده، يعني مش فتره كبيره لا، يعني ايه للي يلحق. ده هنا بكام؟ هنا ب60. ده انا جربته حلو جدا يا بنات، هنا ب60 هناك ب70. طب البامب دي في منها العرض بس على اللي هي البينك ولونها حلو طبعا، بكام؟ هنا 50 وفي اكيا 50. طيب العلب دي هنا ب325. بصوا يا بنات كم واحده، 1 2 3 4 5 ب225. تمام. عندنا بقى السكاكين دي، مش موجوده هنا، موجوده ب250، هنا ب230، 220 كمان اهو، نزل لكم كمان ايهاب فيها ب230 230 20 مصممه انا. طقم الاسباتولات ده طقم الغرف هناك ب70، هنا ب60 جنيه اللي هو 3 قطعة، طبعا كلنا عارفينه. تمام. في بقى كمان ايه؟ في الفانوس الشهير الكيوت قوي ده، ده بكام؟ هنا ب250، في الستور ب280. كمان الفانوس ده، ده طالع جديد حلو قوي برضو، ب150 بدل 200، هناك ب200. لا انتوا عاملين عروض جامده والله يا جماعه، الحقوا بقى العروض دي عشان رمضان يعني خلاص قرب، فاضلوا 6 شهور هتحتاجوا الفوانيس، هتقولوا يا ريتنا خدناها بسعر حلو. ده اللي هو الرف اللي هو الستاند يعني بكام؟ ده الكبير ب145. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا الشموع، الشمع ده هنا، ده هنا بكام وهناك بكام؟ هنا ب68. طبعا دي الدانتيل بتاعت الشمع بكام؟ نفس سعر هناك ب50 جنيه. تمام. والتباشير ده للاطفال، هو ده ايه بكام؟ هيشوف لكم سعره. وهنا برضو دي نفس سعر الشمع، ده نفس سعر الابيض، اه يعني ده نفس السعر التاني الابيض اللي انا وريته لكم. ده هو ده دبدوب ولا قطه؟ القطه دي ب150 هناك، وهنا ب110، عليها عرض حلو قوي. التباشير بكام؟ التباشير بقى يا بنات ب50 بدل 72، انتوا طبعا عارفينه حلو جدا. طبعا الترابيزه الشهيره دي ب275 بدل 300، والبيضه كمان بكام؟ فايكيا ب300. البيضه بكام؟ البيضه ب240. شايفين طبعا عروض جامده جدا. المشابك دي عليها عرض ب135 بدل 150، شايفين بس حلوه قوي برضو اهي بتتعلق. المقشره ب50 بدل 60. طبعا المقشره بتاعت ايكيا ملهاش حل، انا بستعملها من جبتها من عندهم فعلا ملهاش حل، دي بتيجي من الامارات مش موجوده هنا في ستور هنا. ده بقى طقم اوضه نوم كده للاطفال، يعني لعب اطفال، ب395 بدل 480. ده بقى يا بنات برضو وارد الكويت، ده فرع نور ب160 بدل 300 جنيه، عليه عرض. تفتحيه بتلاقي في فرع نور جوه. بصوا بقى يا بنات الاختراع ده حلو قوي، ده بتفتحي بيه برطمانات، تفتحي بيه ازايز سيليكون اهو زي ما انتم شايفين، ب40 جنيه. لا بدل كام؟ اه بدل 72. الحامل ده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين اهو بشفط كده الهواء، ب195 بدل 280، حلو طبعا. انا عندي بقى شبهه بس عندي واحد للمطبخ مش بيصدي طبعا، وخامته حلوه جدا.
البودر يا جماعة بتاع الزرع باربعين جنيه بدل خمسين، ده حلو جدا وشكله شيك قوي، باربعين بدل خمسين. والمج ده بكم؟ باربعين بدل خمسين، برضو عليه عرض. نفس السعر هناك في الستور ده. العلبة دي زي لانش بوكس كده للأطفال، وبرضو تنفع تحطي فيها جبن، تنفع تحطي فيها. بصوا الخامة دي أنا عندي منها بس الغطاء مختلف، كان عندي منها قبل كده بسبعين جنيه، سبعين صح؟ بدل خمسة وتسعين. خامة طبعا إيكيا حلوة قوي في العلب. برضو البشكير ده خمسة وتسعين جنيه بدل مية واربعين، ماسه كم؟ بدل مية وعشرين، خمسة مية واربعين في سبعين. ولونه ده بس؟ ده اللي عليه عرض، اللون ده اللي عليه عرض. دي بقى اللي هي الاختراع الرهيب ده، اللي بيتحط تحت في الكرسي من تحت في الرجلين علشان ما يخربش الباركيه عندك ولا اي حاجه. بكم؟ ب 24 بدل، مكتوب عليه اهو، بدل 30، ارخص من ايكيا نفسه. وده كمان ايه، دي الاكياس، المقاس ده شلما انا بحسبها الاكياس، بحسبها اكياس. لا معلش، هو الناس عذرني يعني من كتر الحاجه ما شاء الله انا دهت. دي شاليمو ب 90 جنيه، كام واحد؟ 100 اهو. في ايكيا ب 100، تمام، هنا ب 90 جنيه. الشموع دي يا بنات ب 68 جنيه بدل 85، ارخص من ايكيا نفسه. الدواسة دي يا بنات بتاعت الحمام، تحطيها في الحمام، ب 45 بدل 60، ارخص برضو من ايكيا نفسه. بصوا هنا بتلزق بقى على الارض. دي يا بنات اخر قطعة عندهم في فرع لجيتيب، 125. دي اللي هي بتتحط للكراسي، لو انت عندك كرسي كده تحطيه فيه، دي قاعدة للكراسي اللي عندك يعني، وكمان لو خشب. ده بقى الجوانتي ب 125 وارد الامارات بدل 180، شايفين طبعا مبطن وخامته عامله ازاي. بصوا بقى الماسك الجامبو واللي هي بتطلعي منها الحاجه دي، الجامبو للشوي والحاجات دي كلها، ارخص من ايكيا ب 280، شايفين. دي كانت الاول ب 360 اهو يا بنات، دي مقاس الجامبو، بصوا كبيره قد ايه. طبعا استلس، والاستلس بتاعها بصوا هما تقال يعني. بصوا بقى دي المج ده بتاع العربية، في لونين، الأخضر والبينك، ب 45 بدل 60، أرخص من برضو من إيكيا نفسه، عليها طبعا عرض. الترمز ده ب 195 بدل 300، طبعا ده أرخص برضو من إيكيا نفسه. وده ب 245 بدل 300، برضو أرخص من الستور نفسه زي ما انتوا شايفين أهو. كده بقى يا بنات انا لميت لكم الدنيا، طبعا اكيد برضو في عروض تانية صغيرة كده انا نسيتها، بس هي دي الحاجات اللي يعني 90% من العروض. وكمان هم هنا بيقولوا لكم ايهاب ومصطفى عايزين منكم حاجة، اللي يلاقي اللي انا قلته غلط او في حاجات في ايكيا غير السعر اللي انا قلت عليه، يبعت لهم على الصفحة بتاعتهم، يعمل سكرين شوت ويبعت لهم الصورة على الصفحة ويقول لهم لا انتوا غلطانين، عشان هم متأكدين من الكلام ده مليون في المية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، والحقوا العروض قبل ما تخلص، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسيش اللايك، باي باي.